لو هقول لك على الصفقات ورأيك في الصفقات اللي الأهلي اتعاقد معاها الفترة الأخيرة، إزاي ممكن تقيمها؟ محمد محمود، محمود وحيد، نتكلم في جيرالدو، فبنتكلم في يعني صفقات كمان لسه التدعيمات شغالة. فشايف إزاي الأهلي بيتعامل مع الصفقات في الفترة الحالية ورأيك في مجموعة اللعيبة الأهلي تعاقد معاها؟ والله الأهلي يعني السنة دي بيعمل صفقات كويسة جدا بالنسبة للمراكز اللي هو محتاجها. يعني محمد محمود لعب كويس جدا طبعا، وجيرالدو لعب كويس جدا، في مرنت معانا شفته، وان شاء الله يعني كلهم يبقوا اضافه كويسه للنادي الاهلي. ورمضان صبحي رايك؟ لا رمضان طبعا يعني معرفه قديمه يعني جدا، لعبت معاه؟ جدا لعبت معاه كتير، في منتخب الاولمبي. شايف رمضان صبحي وجوده ناحيه الشمال؟ لا هو اكيد هيفرق، طبعا هيدي قوه للنادي الاهلي طبعا الفتره الجايه، وان شاء الله يعني اتمنى له يعني التوفيق، وان شاء الله يبقى اضافه قويه. يعني هل شايف النادي الاهلي ممكن يعني في باب ان هو يتعاقد في الفتره الجايه مع لعيبه اكتر؟ هل ده شايف ان هو بيفيد الاهلي، ولا ممكن نقول ان المنافسة هتبقى يعني قوية وشرسة في كل الأماكن اللي موجودة؟ هي المنافسة طبعا، المنافسة على طول قوية في النادي الأهلي، إذا كان في كل المراكز يعني كله يعني في التمرين كله بيموت نفسه يعني بمعنى أصح عشان يلعب، فالمنافسة على طول شغالة، وإن شاء الله اللي النصيب هيلعب إن شاء الله.